من العمى في ابوها ويجي ياخدها على طول قبل ما تخش وقبل ما يحصل اي حاجة، فاهمني؟ ده حل تمام، وده في ايديك وتقدر تعمله بسهولة اوي تمام. طالما العقوق بقى مش في ايدينا وبيخلع نفسه، دي حاجة في ايديك اهو وتقدر تعملها. وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها واسفل اذنيها. واكدت اسرة نير اشرف ضحية حادث المنصورة انها اتخذت كافة الاجراءات القانونية وتقدموا ببلاغ رسمي الى النائب العام ضد مسرب الفيديو المتداول جثة نير اشرف داخل المشرحة. وقررت اسرة الفتاة الضحية اتخاذ عدد من الاجراءات القانونية والشكاوى الرسمية ضد مسؤولي مستشفى المنصورة الدولي التابع لمديرية الصحة بدقاهلية، واتهم عمال واطباء الطوارئ والمشرحة بالمستشفى. ونشرت شروق اشرف شقيقة طالبة المنصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: اتخذنا اجراءات قانونية واصعب مشهد نشوف اختنا في المشرحة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في المتعاطفين مع القاتل الذي مثل بجثتها وضاح بحياتها غدرا. واعلن محامي اسرة الفتاة خالد عبد الرحمن انه قدم شكوى رسمية ضد مديرية الصحة بالدقاهلية وبلاغ النائب العام لتحديد هوية مرتكب واقعة تسريب فيديو المشرحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال مسربه حفاظا على حرمه نير اشرف. يذكر ان طالبه المنصوره نير اشرف قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل، حيث قام الطالب بذبح زميلته وانهال عليها بطعنات نافذه امام عين الطلبه والمراه امام بوابه تشكي بجامعه المنصوره. محامي اسره نير اشرف: الفيديو المسرب حقيقي ومؤلم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مقطع فيديو مسرب من داخل المشرحة تظهر فيه جثة الطالبة نير أشرف فتاة جامعة المنصورة، وأثار الفيديو المسرب ردود أفعال غاضبة طالبت بمعاقبة من قام بالتسريب والإذاعة، موضحة انتهاكا لحرمة الموتى. وقال خالد عبد الرحمن محامي أسرة نير أشرف إن الفيديو المسرب حقيقي ومؤلم، مضيفا ان الفيديو انتشر بعد الواقع ب 24 ساعة وتم تحذير مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وان هذا الفيديو لا يقبله احد، مشيرا الى ان المتهم بتصوير نيرة ممرضة من المستشفى الذي استقبلت الراحلة وانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية. ولفت الى ان الفيديو يوضح ان نيرة قتلت من الخلف، هناك خلع لفقرات بالجسم، واشار الى جماعة الاخوان الارهابية وراء تشويه الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أسابيع لقت الطالب نير أشرف حتفها بعدما ذبحها زميله بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة في وضح النهار بعدما رفضت الارتباط به، وهي الجريمة التي وثقتها كاميرات المراقبة في محيط المكان. وبعد محاكمة لم تستغرق سوى أسابيع قليلة قضت محكمة مصرية بإعدام القاتل، كما حثت المحكمة المشرعة على إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة عملية تنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ. محامي نير أشرف يفجر مفاجأة: ممرضة سربت فيديو لجثمان الضحية من المشرحة. علق خالد عبد الرحمن محامي الراحلة نير أشرف على الفيديو المسرب لطالبة المنصورة التي قتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وأكد أن الفيديو المسرب حقيقي ومؤلم. وأوضح محامي طالبة المنصورة أن المتهم بتصوير نير ممرضة من المستشفى التي استقبلت الراحل وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ولفتت إلى أن الفيديو وضح أن نيرة قتلت من الخلف، هناك خلع لفقرات بالجسم، وأثار فيديو مسرب لجثة نير أشرف طالبة المنصورة أثناء تواجدها بالمشرحة رد أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي رفضت إذاعة الفيديو لأنه انتهاك لحرمة الموتى، مطالبين بمعاقبة من قام بالتسريب والإذاعة. المحامي بالنقد وليد أدهم شرح رأي القانون في تسريب فيديو لضحايا إجرام القتلى التي ما زالت محل تحقيق أو محاكمة. أول تعليق من عائلة نير أشرف بعد تسريب فيديو من المشرحة: طلب المركز المصري للحق في الدواء النائب العام بالتحقيق في واقعة ظهور فيديو من داخل مشرحة مستشفى المنصورة للطالب المتوفى نير أشرف. وطلب المركز في بيان أثناء تواجدها بالمشرحة رد أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي رفضت إذاعة الفيديو لأنه انتهاك لحرمة الموتى، مطالبين بمعاقبة من قام بالتسريب والإذاعة. المحامي بالنقد وليد أدهم شرح رأي القانون في تسريب فيديو لضحايا إجرام القتلى التي ما زالت محل تحقيق أو محاكمة. ابن طيب وأخلاقه تتحدث عنه مشآت الأول ظهور لوالدة محمد عادل قاتل نير أشرف. كشفت والدة الشاب محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتل طالبة المنصورة نير أشرف تفاصيلا عن ابنها، مشيرة إلى أنه لم يحمل سكينا في يوم من الأيام. وقالت والدة محمد عادل في لقاء مصور مع الإعلامية منى أبو شنب عبر قناته على يوتيوب: محمد كان طفلا بسيطا وفي حالة، وكان متفوقا في دراسته، وتفاجأ عند حصوله على مجموع 80% في الثانوية العامة
لأنه كان متفوقا، وأضافت: والد محمد متوفي منذ أن كان ابني صغيرا، ومحمد شخص طيب وهادئ وكل الناس تحلف بأخلاقه. من بعد ما عرف نيرة تغير حاله، كان يسرح وينام كثير ويفكر كثير، حسيت أنه بيهرب من الحياة، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة تهديد من نيرة وأسرة نيرة على هاتفه. وأكدت والدة القاتل أنها تعجبت حينما علمت بما فعله نجلها، معتبرة أنه من المؤكد أنه لم يكن في وعيه. صاحب تهديد شقيقة نيرة أشرف يفجر مفاجأة: ابن عمتها كان موجودا لحظة الجريمة. علق عمرو الكاشف الذي اتهمته هدير شقيقة نيرة أشرف بتهديدها في بث مباشر عبر صفحته الشخصية، وقالت الكاشف خلال البث: هدفي كان مساعدتها، وأول ما اكتشفته هو أن شخصا في الفيديو كان مقربا من محمد عادل وقت ارتكاب الجريمة، ووضعته في حاجة وهو لديه حاجة. وفجر مفاجأة قائلا: أخت نيرة اعترفت بأنها علمانية ولكن ليست ملحدة عند الأحاديث التي تحدثت إليها بكل الطرق، وهم من تحدثوا معي وليس أنا من تكلم معهم. وكشف المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل عمر لطف الكاشف عن تفاصيل ما جرى بينه وبين هدير شقيقة المجن عليها، وذلك في بث مباشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الكاشف أنه تحدث مع هدير بالفعل، وكانت بينهما محادثات بعضها مسجل دارت حول وجود طرف ثالث له في دور عملية القتل. وتم الكشف بالصور من كاميرات المراقبة لحظة الحادث، كذلك ظهر في العزاء. وأكد عمر الكاشف أنه طلب هدير ومحامي القاتل الشاب محمد عادل بالتحقيق حول هذا الأمر، لكنه فوجئ بأن شقيقة المجن عليها تتهمه بالتهديد بقتلها. تفاصيل واقعة مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة. نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي خرجت من منزلها في مدينة المحلة صباح الاثنين 20 من شهر يونيو قاصدة جامعة المنصورة دون معرفتها أن القدر قد سطر نهايتها، بل وأن ملك الموت ينتظرها حال وصولها. فلم تكن تعلم الطالب نيرة أشرف أن نهايتها حتمية بعد دقائق قليلة على يد شيطان ينتظرها في محطة الأتوبيس وتتبعها إلى الجامعة حتى يجهز عليها مستخدما آلة حادة أمام أعين الجميع وبالقرب من بوابة جامعة المنصورة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيتم إعدام قاتل نيرة أشرف محمد عادل أم لا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.